السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جيت ندير لكم جولة في التاديب، تشوفوا الجديد اللي داخلي اليوم. واول حاجة لاحظتها جديدة هي هذه، هاد الكاي تقدروا ديروا فيهم الشميعات او لا تحطوهم هكا، راه هو تقدروا حتى تعلقوه باللون الابيض. الثمن ديالو بجوج اورو. وكاينين حتى هادو، هاد الديكورات شوفوا منا داير بحال راه هو جاج، راه هو مهرس او لا مشقق، تقدروا ديروا فيه هنايا لداخل الشميعات. عندو هنايا هاد الحديده منا باللون الفضي، الثمن ديالو بربعة اورو. وكاينين حتى هاد الكؤوس، هادو اللي هما دايرين بحال راه هما مشقين، راه تقدروا ديروا فيه حتى التحليات كيصلح، حيت راه هذا راه هو الكاس ما عندكم مناش تخافوا. الثمن ديالو اورو و50 سنت. وكاينين حتى هاد الديكور، هذا اللي فيه الجاج مهرس منا، كاين هاد اللون وكاين هذا اللي حتى هذا تقدروا ديروا فيه الشبيعات للداخل، راه هو كبير بزاف، الثمن ديالو بربعة اورو. وكاينين هادو اللي هما الحجم الصغير اللي فيهم هاد الاشكال مختلفه كما كتلاحظوا، الثمن ديالهم بجوج اورو. وجابوا هاد الشميعات، شوفوا في هاد الخطوط هكا التموجات، كاين اللون الابيض والغوز بيبي وكاين الكري اللي الثمن ديالهم بجوج اورو. وكاينين حتى هاد الديكورات، هادو اللي هما تاع البديع على شكل قالب، تقدروا تحطوه حتى لداخل الشميعات. كاين هذا الاسود وكاين الذهبي، الثمن ديالو بجوج اورو. وكاينين حتى هادو، هاد الكؤوس اللي هما فيهم الشميعات، راهما كيطلقوا الريحه. كاين هذا نتاع الفاني، هذا فيه اغوما، الثمن ديالهم 3 اورو. اما من البلاطويات اللي داخلي اليوم في تادي، هادو الرائعين، هادو كانوا داخلينهم كيك، دابا داخلينهم حتى تادي، باقي عقل عليهم اللي فيهم المرايه وفيهم هاد العقيق منا، اللي عندهم 3 نتاع رجيلات، الثمن ديالهم 7 اورو. شوفوا الشكل ديالو كيحمق. وكاينين حتى هاد الديكورات، هادو غادي تجبدوا كما كتلاحظوا الشكل ديالو باللون الابيض، الثمن ديالو 7 اورو. كاين اللون الابيض وكاين اللون الكري. وكاينين حتى هادو، هادو راه ست نتاع الشميعات، كيفاش داروا ليه، اللي فيهم شميعات على شكل قلب، وكاين فيهم جوج الالوان، كاين هاد اللون وكاين هاد اللون، هكا زويت تقدموه كهديه، الثمن ديالو 3 اورو. وكاينين هادو، اليوم جابوا الاشياء رائعه، هادو اللي عندهم 3 نتاع رجيلات هكا كيوقفوا، وعندهم هنايا هاد العقيق، وكاين حتى البلاصه فين تحطوا الشميع لداخل كتحمق، هادي الثمن ديالها 3 اورو. وكاينين حتى هاد الكؤوس اللي فيهم شميعات، كاين هاد الغوص بيبي راه كيتطلقوا الريحه، هذا فيه الفاني، وكاين هاد الابيض، كاين هاد الكري، الثمن ديالهم بجوج اورو. وكاينين حتى هاد الشميعات اللي اللون ديالهم باللون الاحمر، وداروا ليه هاد الخيط منا، هذا الثمن ديالو بثلاثة اورو، راه هو كبير بزاف هذا. وكاينين حتى هاد الديكورات، هادو على شكل قلب اللي هما نتاع البديع، فيهم الالوان، كاين هاد الغوص وكاين اللون الابيض، الثمن ديالهم باورو. وكاينين هادو، هاد الوريضات حتى هما نتاع البديع وفيهم جوج الالوان، الثمن ديالهم بجوج اورو. وكاينين هادو، هادو اللي هما دايرين بحال الحجر، فيهم هاد اللون، كاين الكري كاين البينك، الثمن ديالو هو تقيل بزاف بجوج اورو. وكاينين هاد التيش لامب كما كتلاحظوا، هذا بحال اللي جابو واحد المره اكسيو، فيه هنايا هاد العقيق منا اللي خدم طبيعة الحال بالضو. نشوف الثمن ديالو 15 اورو. وكاين حتى هاد الساعات، هادو راهما صغيرين وخفافين، كاين هذا اللي فيه بحال هي القهوه، الثمن ديالها 4 اورو. كاين هذا حتى هي القهوه هاد الشكل، شوفوا واش كاين شي اشكال، لا هادو هما الاشكال اللي كاينين. وجابوا حتى هاد التيش لامب، هادي اللي خدامه بالضو،
باللون الغوص بيبي مع الابيض منه، للثمن ديالها ب15 اورو. وكاين حتى هاد اللامبه، شوفوا هذه رائعه على الرجيلات اللي عندها، اللي خدامه بالضو، عندها هنايا باللون الاسود، الثمن ديالها ب20 اورو. وكاين هادو اللي كنحطوهم فوق الطاوله، كنحطو عليهم التبصيل تاع التقديم. هذا راه هو نتاع بلاستيك، وفيه هنايا هذا الديزاين ملنه رائع، هذا زوين باش الا تزلع شي حاجه تقدروا تمسحوه باللون الابيض. الثمن ديالو اورو و50 سنت. وجابوا هاد المنظمات هادو اللي هما على شكل مربع، الثمن ديالهم ب2 اورو. كاين فيهم الالوان، كاين هاد اللون وكاين هذا، وكاين فيهم هاد الشكل اللي هو كيجي بحال المستطيل، حتى هما بنفس الالوان، الثمن ديالهم بنفس الثمن 2 اورو. وكاينين حتى هاد السلات هادو اللي هما دايرين بحال الخشب، الثمن ديالهم 3 اورو. كاين فيهم الالوان، كاين هاد اللون وكاين اللون الابيض. وكاينين هادو اللي هما نتاع الخشب، فيهم البلاصه فين تحطوا الشميعات، الثمن ديالهم ب1 اورو. وكاين هاد الغيقال او هاد الخزانه المنظمه اللي هي كامله نتاع الحديد، اللي فيها 4 نتاع المجوره، الثمن ديالها 10 اورو. وكاين هادو فيها 3 نتاع الايطاجات اللي كتصلح كما داروا هنايا الاحذيه، حتى هي الثمن ديالها ب10 اورو. وكاينين هاد السيت نتاع القراعي نتاع الشاش، في الباكيه فيهم 3، وفيهم هنايا هاد الغطاء ديالو نتاع الخشب، الثمن ديالهم 3 اورو. وكاينين هادو راهما فرديين، ماشي بحال هادو اللي قلت لكم دابا، هادو فرديين، هادو زوينين تحطوا فيهم حتى العصير، يكون فردي، الثمن ديالو 75 سنت. وكاينين حتى هاد القراعي، راه هادو كبارين، هادو كيصلحوا غير للدقيق، هادو حيت كبير بزاف، راه هو نتاع الدجاج، الثمن ديالو ب4 اورو. هذا غادي يصلح غير الدقيق، كبير بزاف هذا. وكاينين هادو راهما نتاع البديع، اللي مكتوب فيه كافيه تاع القهوه، حتى هادو كاملين تاع القهوه بهاد اللون. وكاين هاد اللون، شوف هاد نتاع اتاي، زوينين هادو، هاد نتاع القهوه وهاد نتاع اتاي. شوف الثمن ديالو، راه هاد نتاع الخشب ب4 اورو. وكاين حتى هاد الخشب، هذا اللي هو كيجي مع هاد بلاستيكه، راه هو بعيد عليا، غادي نحاول نجبدو باش نشرح لكم. هكا كيكون، غادي نحاول نحطو في اللرت بلا ما تقولوا لي علاش كتحطي الاشياء في اللرت، غير فقط باش نشرح لكم. هادو باش كنقطعوا عليه اي فواكه اولا خضر، كتجبدوا هذاك كيداير بحال المجر، وكتخليو تماك الفواكه ولا الخضر اولا القشور ديالو، ملي كتقشروا شي حاجه كتجبدوا هذا كترميو ديك القشور منه، الثمن ديالو ب10 اورو. هذا راه هو نتاع الخشب، هذا كيصلح تحطوه فوق البوطاجي، كتحطوا عليه اي حاجه اللي هي سخونه بحال شي كامله هزيتوها من فوق النار، كتحطوه هنايا، الثمن ديالو ب1 اورو. وكاينين حتى هاد الزلايف، هادو راهم كبارين، هادو كيصلحوا غير فقط السلطه حيت كبير بزاف، الثمن ديالو ب2 اورو. وكاينين هاد الزلايف هادو اللي هما على شكل نجمه، اللي هما نتاع بلاستيك، الثمن ديالهم ب1 اورو. كاين فيهم جوج الالوان، كاين اللون الاخضر كاين اللون الابيض. وكاينين هادو حتى هادو راهم نتاع بلاستيك، شوفوا الشكل ديالو، اورو 50 سنت، جوج الالوان بنفس الالوان. وكاين هذا، جابوا بزاف تاع الاشياء تاع بلاستيك ما عرفت علاش، شوفوا هذا كيجي هكا مستطيل، الثمن ديالو ب2 اورو. وكاينين هادو بنفس الطريقه نتاع هادو، فقط هذا الحجم ديالو كبير، الثمن ديالو ب2 اورو. هادو وكاينين حتى هادو، هذا اصغر منه، الثمن ديالو اورو، شوفوا هكا راه هو صغير عليه،